منتخب الجودو لدولة فلسطين الشقيقة حاضرين لتربص يعني مع المنتخب الجزائري يعني لتطوير الجودو وتحسينهم في النقاط للتأهيل الأولمبي. هذا راح يساعدهم ومشاركتهم في الدورة الدولية اللي سوف تقام بالقاعة البيضاوية يوم 18 و19، راح يكونوا 29 دولة إن شاء الله، وهذا يعني فخر لنا والاتحادية وللجزائر أنه منتخب فلسطين حاضر معنا وراح يكون يعني لمدة 20 يوم. شعورنا هو أنه جينا على بلدنا الثاني، البلد الجزائري اللي هو دائما مع فلسطين ظالم أو مظلوم، جايين للشعب الطيب اللي دائما هو مع القضية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله ربنا بوفقنا في المعسكر وبعدها في البطولة إن شاء الله. بنشكر الجزائر والاتحاد الجزائري على هذه الاستضافة. راح يكون عندنا دورة جودو مع أشقائنا اللي هو الجزائريين، راح يكون برضه موجود في البطولة وإن شاء الله بنشارك في هذه البطولة. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. اليوم سعدنا بلقاء المنتخب الوطني الفلسطيني اللي راح في اول مره راح يدير تربص مع الفريق الوطني الجزائري، هذا في اطار تحضير البطوله الدوليه، لا سيما كان البطوله الدوليه هي الدوره الدوليه الافريقيه المفتوحه اللي ستقام ان شاء الله في الجزائر في هذا الاسبوع القادم من شهر مارس، اللي راح يشاركوا فيها 18 دولة أجنبية، ما فيهم أمريكا، معظم دول إفريقيا، راح كما نقولوا راح يكون فيها 100 نقطة مؤهلة للألعاب الأولمبية، لأنه هالدورة كما نقولوا راح تسمع للرياضيين باش يدخلوا في الترتيب في الرونكينغ ليست مونديال.